وبركاته. أوقات المشاهدين أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من تلفزيون فلسطين. نستهل النشرة بأبرز العناوين. السيد الرئيس يصل اليابان غدا في مستهل زيارة رسمية تستمر 3 أيام. الرئاسة تحمل الصراع إلى ديني. لجنة المتابعة العربية تقرر تقديم شكوى لمجلس حقوق الإنسان حول تخاذل الشرطة في مواجهة الجريمة في الوسط العربي. وتشاهدون في النشرة أيضا مشاهدين، أقدم كنائس نابلس تدشن عهدا جديدا بعد ترميمها. إلى أولى أخبارنا مشاهدينا نتابعها مع الزميل مالك صبيح. أهلا مالك، تفضل. أهلا بك نسرين وشكرا جزيلا. من المقرر أن يصل السيد الرئيس محمود عباس غدا الاثنين إلى اليابان في زيارة رسمية تستمر 3 أيام. قال مستشار السيد الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي في حديث إذاعة صوت فلسطين إن الزيارة تأتي في إطار بحث آخر مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وحشد الدعم الدولي على كافة المستويات لإيجاد آلية متعددة في إطار المؤتمر الدولي للسلام. منح السيد الرئيس محمود عباس سفيرة جمهورية العراق غير المقيمة لدى دولة فلسطين صفية طالب السهيل نجمة القدس من وسام القدس لمناسبة انتهاء مهامها وتقديرا لدورها المتميز في تعزيز العلاقات بين فلسطين والعراق. وحضر مراسم منح الوسام التي جرت في مقر إقامة سيادته في العاصمة الأردنية عمان نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش ومستشار السيد الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجد الخالدي وسفير فلسطين لدى الأردن عطالله خيري وطاقم السفارة العراقية في عمان. أولا أنا أتقدم بالشكر الجزيل إلى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وأقول بأن هذا الوسام هو وسام استثنائي لأي دبلوماسي، سواء كان هذا الدبلوماسي دبلوماسي عراقي عربي أو دولي لأي دولة. في الحقيقة هذا الوسام يعكس أهمية التعاون الدبلوماسي والسياسي والإنساني الكبير ما بين دولة العراق وما بين فلسطين وعلى مستوى القيادتين. لقد ترجمنا خلال عملنا كسفير للعراق لدى دولة فلسطين ما أكدت عليه القيادة العراقية والشعب العراقي بأن القضية الأولى للعراق كما هي قضية دولتهم، قضية دولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني. الموقف العراقي اتجاه دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة والتأكيد على الوقوف إلى جانبه بما اختاره بالتأكيد على الحل للقضية الفلسطينية والقدس الدائمة هي العاصمة الحقيقية لنا جميعا. مؤكد العلاقة قوية جدا بين الحكومتين والرئيسين والشعبين. لدينا سفارة في بغداد ولدينا سفيرة انتهت مهمتها منذ قليل وتم تكريمها من سيادة الرئيس السفيرة صفية سهيل، قامت بدور هام. وكان الرئيس في بغداد في الأشهر الماضية وكانت زيارة هامة جدا وتاريخية أيضا. حكومة جديدة نسبيا يعني لها تقريبا عام في العراق، وكان من الواجب على فلسطين والرئيس محمود عباس أن يجدد العلاقات مع هذه، وكانت زيارة ناجحة. أيضا كان هناك رئيس الوزراء على رأس وفد كبير ورفيع المستوى. أيضا كان هناك اتفاقيات تم توقيعها والاتفاق عليها، وأعتقد أنه هناك بداية جديدة ما بين الحكومتين
ولكن طبعا الجذور والعلاقات بين الشعبين علاقات قوية ومتجذرة. حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينا من استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وتحويل الصراع إلى ديني. وقال أبوردينا في بيان له أننا نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحام باحات الأقصى والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يعمل على تأجيج الأوضاع وزيادة التوتر لجار المنطقة لمربع العنف. هذا وأكد على ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى، مشددا على أنه خط أحمر لا يمكن السكوت عنه أمام ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنية. إلى ذلك دعت حركة فتح أبناء شعبنا للرباط في الأقصى والدفاع عنه وعن كل مقدساتنا الإسلامية والمسيحية. الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي قال إن ما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات على المرابطين والمصلين هو أعلى درجات الإرهاب والعدوان على كل فلسطيني وكل مسلم في العالم، مؤكدا أنه لن يجلب إلا الدمار وإشعال أتون الصراع الديني في المنطقة والعالم بأسره. هذا وكانت قوات الاحتلال اعتدت على المرابطين عند باب السلسلة أحد أبواب الأقصى أثناء تصديهم لاقتحامات المستوطنين التي دعت إليها جماعات ما تسمى الهيكل المزعومة في اليوم السابع من عيد العرش اليهودي. التفاصيل مع دانا أبو شمسية. في العاصمة القدس كل المقدسات تنتهك حرمتها بوجود محتل أمعن بسياسته العنصرية من خلال حماية مستوطنيه خلال اقتحامهم باحات المسجد الأقصى، خاصة في الأعياد اليهودية التي تستغلها حكومة الاحتلال لتكثيف تدنيس الأقصى. تتمادى في الموقف اتجاه المقدسات واتجاه المسلمين واتجاه أيضا مواطنين القدس بشكل عام. تنين في أيام الأعياد الإسرائيليين بيحاولوا يفرضوا سلطتهم كاملة ويفرضوا حتى طقوسهم الدينية على المواطنين في مدينة القدس، ولكن هذا التمادي يحتاج إلى وقفة بالفعل دولية من أجل إيقاف إسرائيل عن ممارساتها، يعني حتى بتغيير معالم المدينة في الحفريات في كل ما يجري. تحاول إسرائيل تهويد المدينة وفرضها كمدينة أو كعاصمة إسرائيلية حقا لهم. أكثر من 3000 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال ما يسمى عيد العرش اليهودي، 600 منهم أدوا صلوات تلمودية في باحاته اليوم في استفزاز واضح لمشاعر المسلمين وسط إجراءات مشددة بحق المصلين شملت حجز بطاقاتهم الشخصية والاعتداء عليهم وإبعادهم عن الأقصى. للأسف أن الأعياد التي اليهودية ترتبط بأن تكون كابوسا على القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك، من أولا من شرطة الاحتلال التي تكثف عدد أفرادها في داخل المسجد الأقصى على أبواب المسجد الأقصى، تشديد على المصلين بحجز هوياتهم، ناهيك أيضا عن الجولات الاستفزازية التي يقوم بها هؤلاء المتطرفون. فلذلك دائما دائرة الأوقاف ومجلس الأوقاف يدعو كل المسلمين ل القدوم وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك من أجل الصلاة فيه ومن أجل تعزيز إسلاميته وعروبته في كل في ظل هذه الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال. كابوس يقض مضاجع الفلسطينيين تبقى هذه الأعياد اليهودية لما تمارسه حكومة الاحتلال خلالها من التحكم في مداخل البلدات والأحياء المقدسية وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية. لا زالت حكومة الاحتلال منذ ما يزيد على 70 عاما تحاول تغيير واقع تاريخي قائم باستمالة مستوطنين تسمح لهم باقتحامات واعتداءات وعربدة، أما المواطنون فيجبرون على معايشة أعياد يهودية تشل حركتهم في العاصمة نتيجة متاريس وحواجز عسكرية. من بلدة الطور شرق العاصمة المحتلة، دانا أبو شمسية، تلفزيون فلسطين. لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من العاصمة المحتلة محافظ القدس سيد عدنان غيث. أهلا بك سيد غيث. الاعتداءات على العاصمة المحتلة هي مستمرة، إن كانت على المدينة إن كانت على المقدسيين حتى الأماكن المقدسة فيها أيضا هي في دائرة الاستهداف. كيف تنظرون
لتصاعد الهجمة الإسرائيلية على المقدسات وعلى أبناء المدينة المقدسة. سيد غيث، يعني مساء الخير لكما ولجميع المشاهدين، واسمح لي بداية أن أتقدم بتحية إجلال وإكبار لأبناء شعبنا الفلسطيني أينما وجدوا، ونخص بالذكر جماهيرنا المقدسية التي تأخذ على عاتقها تحمل أعباء هذه المرحلة الصعبة. بالتأكيد كما ذكر تقريركم، حجم الهجمة الشرسة التي تستبيح كل ما هو مقدسي، تستبيح الهوية، تستبيح الوضع التاريخي في القدس العاصمة المحتلة. بالتأكيد إن ما يجري ليس مجرد يعني اقتحامات يعني يومية لقطعان المستوطنين وغلاة المستوطنين مسجد الأقصى المبارك، إن هذا ينسجم بشكل واضح مع التصريحات الخطيرة اللامسؤولة الذي أدلى بها ما يسمى بوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ومن صرح من قبله من قادة اليمين المتطرف بما يتعلق في موضوع المقدسات إسلامية ومسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، عندما صرح في أكثر من مرة وفي أكثر من جانب حول حق اليهود في الصلاة وأداء صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك. إنما يجري من استهداف واضح وجعل مدينة القدس الثكنية، تحويلها إلى ثكنة عسكرية يعني مغلقة بشكل كامل، تشل الحركة في المدينة للطلاب، للموظفين، للعمال، للأساتذة، للأطباء، يمنع المواطنون من دخول المسجد الأقصى المبارك، تقيد حركتهم، تؤخذ بطاقات هوياتهم، يبعد العديد من المرابطين والمرابطات، يتم الاعتداء عليهم واعتقالهم، وذلك من أجل توفير نعم حتى أنتم ممنوعون من مغادرة العاصمة المحتلة، أليس كذلك؟ نعم، هي هجمة حقيقة يعني تطال كل ما هو مقدسي، تطال المقدسات، تطال المؤسسات، تطال الهوية. هي هجمة كما ذكرت ممنهجة أخطبوطية تستهدف تهويد وأسرة المدينة وجعل مدينة القدس ذات أغلبية يهودية وأقلية عربية. هناك رزمة من التشريعات التي يعني تستهدف هذه المدينة، سواء كان سماؤها أو حتى يعني تحت الأرض وما فوق الأرض كله مستهدف. يعني سمعتم ما يسمى بتل الفريك، هذا القطار الخفيف، حتى شبكة الأنفاق المخيفة التي شارك بها ما يسمى بمبعوث الشرق الأوسط جريمبلت وسفير الولايات المتحدة لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان، أنفاق، مشاريع تهويدية، اعتداء على المقدسات، غلاة المستوطنين يستبيحون حتى محال تجارية تغلق أبوابها من أجل توفير الحماية لغلاة المستوطنين في جولاتهم الاستفزازية في محيط القدس والبلدة القديمة وباحات المسجد الأقصى المبارك. إن هذا ما يجري، وهذه التصريحات لقادة التطرف إنما يعني تعتبر تصريحات في غاية الخطورة، وهي تستهدف نعم، وعلى هذا الحديث أستاذ تستهدف المسجد الأقصى المبارك. أنا أتحدث هنا عندما تحدثت عن تصريحات أردان، أردان أيضا أشار إلى أنهم ينتظرون وصول عدد المستوطنين أو دخول المستوطنين واقتحاماتهم من المسجد الأقصى إلى عدد معين حتى يبدأوا ربما بخططهم لبناء الهيكل، حيث أشارت الإحصاءات أن عام 2018 على سبيل المثال وصل عدد المقتحمين إلى 30,000، بينما لم يكن كذلك الأمر في عندما بدأت هذه الاقتحامات، وربما هذا العام سيزيد أكثر. إذن برأيك كيف يمكن أن نتجنب مثل هذه الخطوات التي ربما يقتربون منها شيئا فشيئا؟ يعني بالتأكيد كما ذكرت، أردان وحكومة اليمين تتفاخر بإزدياد يعني أعداد المقتحمين سنة تلو الأخرى، وبالتأكيد كما ذكرت أن الاستهداف واضح لأسرة وتهويد المدينة وتحويلها ذات طابع يهودي بحت وأقلية عربية. هذا الموقف حقيقة نحن نادينا وصرحنا مرارا وتكرارا إلى شد الرحال إلى القدس، شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وما زالت الدعوة مستمرة إلى كل أبناء أمتنا العربية والإسلامية وكل من يستطيع الوصول من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك من أجل حمايته وحماية طابعه وحماية هويته. المسجد الأقصى المبارك هو مكانا خالصا للمسلمين وحدهم، والأوقاف الأردنية هي التي تدير شؤون هذا المكان، ولا يحق لأي كان التدخل في هذه الشؤون. إن حكومة الاحتلال تستهدف هذا المكان وتستهدف موظفين الأوقاف وحراس الأوقاف وسدنة المسجد الأقصى المبارك. وهذا الأمر يدعنا بأن نتساءل حقيقة ونقول بشكل واضح وصريح إن الموقف الدولي تجاه ما يحصل بالقدس وبالمسجد الأقصى المبارك حقيقة هو موقف مستغرب. هذا الموقف الأصم يعطي الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال بالاستمرار في انتهاكاتها لقوانين ومواثيق وأعراف الدولية وقوانين الشرعية الدولية فيما يتعلق بهذه الأماكن المقدسة. شعبنا الفلسطيني
وأهلنا في القدس لن يراوحوا مكانهم، لن تتكرر مأساة النكبة والنكسة في تاريخ شعبنا الفلسطيني. نحن منغرسون في أعماق هذه الأرض ولن نراوح مكاننا، وسنحمي المسجد الأقصى المبارك ونحوي هويتنا الفلسطينية وهويتنا وتاريخنا وإرثنا العربي الإسلامي بكل ما أوتينا. بالتأكيد هذه أمانة أؤتمنا عليها، وسنكون خير من أؤتمنا على هذه الأمانة. شكرا جزيلا لك من العاصمة المحتلة محافظ القدس السيد عدنان غيث، شكرا جزيلا لك. ونتابع مشاهدينا بحضور الرئيس الوزراء، نظم الجهاز المركزي للإحصاء في رام الله مهرجانا احتفاء باليوم العالمي للإحصاء وعلم البيانات بهدف تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه الإحصاءات الرسمية. ودعا المشاركون في المهرجان إلى تبني مبادرة علم البيانات في فلسطين من قبل الحكومة والفاعلين في القطاع الخاص والأهلي باعتبارها رافعة أساسية وخطوة ريادية لخدمة المجتمع. تقرير خالد مطوع. شعار مبادرة علوم البيانات في فلسطين معان ودلالات، نظم الجهاز المركزي للإحصاء مهرجانا بالشراكة مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية وبحضور رئيس الوزراء محمد شتية إلى جانب لفيف من الخبراء في مجال علم البيانات. اليوم العالم مقسم بين سريع وبطيء، البطيء فقير والسريع غني، وهذا الاحتلال اللي بيحط حواجز على الأرض وبيبني الجدران بده إيانا نكون شعب بطيء مشان ما نلحق في العالم. ولذلك أنا سعيد جدا في هذا اللي بنعمل بين مركز الإحصاء والجامعة العربية الأمريكية، لأنه هذا بيساعدنا إنه ما نمشي مشي، إحنا محتاجين نقفز عشان نلحق بالعالم. وعلى هامش الاحتفال وفي مبادرة تكاد الأولى من نوعها، وقع الجهاز المركزي للإحصاء والجامعة العربية الأمريكية اتفاقية دراسة لمدة عام لبرنامج تطبيقي بين الجامعة ونظيرتها الأمريكية هارفارد تغطي 50 طالبا لثلاثة أعوام لدراسة علم البيانات كخطوة لزيادة التشبيك مع الجامعات والقطاعين العام والخاص للاستفادة من البيانات في خططها المستقبلية لأهميتها في تنمية وتطور مجتمعنا الذي يعاني من حصار الاحتلال وسياساته الجائرة. يأتي تنظيم هذا الاحتفال استجابة لقرار اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بأن يكون 20/10 من كل عام يوما عالميا للإحصاء لرفع الوعي بأهمية الإحصاءات كقوة مؤثرة في مختلف مناحي الحياة. فقد بدأت أنظار العالم تتجه باهتمام متزايد نحو علم البيانات منذ العام 2012، واليوم نحن بصدد تطبيق تلك الفلسفة على موضوع علوم البيانات. فالجامعة مؤخرا كما حكى المتحدثين أطلقت برنامج ماجستير في علم البيانات وتحليل الأعمال، وهو برنامج بلا شك عالمي المستوى يتم إطلاقه في معظم الجامعات العريقة. هذا البرنامج يستأثر باهتمام الشركات والمؤسسات الكبرى في فلسطين. الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء الذي تخلله عروض مهمة حول البيانات صممها خبراء بارزون، أكد القائمون عليه أنه جاء لمواكبة عصر العولمة في ظل الاعتماد على ثورة المعلومات وتسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه الإحصاءات الرسمية وسبل إيلاج هذا القطاع وتفعيل دوره في كل مناحي الحياة. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن تراجعا واضحا طرأ على الحالة الصحية لكل من الأسيرين المضربين إسماعيل علي وطارق قعدان والقابعين حاليا في عزل نيتسان الرملة وبظروف صحية قاسية. وأشارت الهيئة إلى أن 4 أسرى آخرين يواصلون معركتهم ضد الاعتقال الإداري، أقدمهم الأسير أحمد غنام المضرب منذ 99 يوما وسط تدهور ملحوظ على حالته الصحية. طردت قوات الاحتلال قاطفي الزيتون من أراضيهم في بلدة قريوت جنوب نابلس لليوم الثالث على التوالي. أفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال طردت المزارعين ومنعتهم من استكمال قطف الزيتون بحجة أنهم بحاجة إلى تصريح.
ترأست دولة فلسطين بمقر الجامعة العربية بالقاهرة الاجتماع الدوري 29 لمسؤولي الهيئات التعليمية في وكالة الأونروا وممثلي الدول العربية المستضيفة للاجئين لبحث استقرار واستمرار عمل الأونروا في ظل أزمتها المالية، إضافة لبحث الاستهداف الإسرائيلي للعملية التعليمية في فلسطين. التفاصيل مع أشرف المبيض. مصر الشقيقة في بداية الجلسة سلمت دولة فلسطين رئاسة الاجتماع المشترك 9 والدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينيين بهدف البحث في أمرين اثنين هما الأزمة المالية للأونروا ومحاولات تصفيتها وكذلك الهجمة التي تستهدف المسيرة التربوية والتعليمية من قبل الاحتلال. هذا الاجتماع هو واحد من أهم الاجتماعات اللي تعقد في جامعة الدول العربية بهدف مراجعة ومتابعة ما يجري على صعيد استقرار واستمرار عمل وكالة الغوث الدولية وخاصة فيما يتعلق في الخدمة التعليمية التي تقدمها لأبناء اللاجئين. الجامعة العربية جددت إدانتها لمحاولات دولة الاحتلال تقويض عمل وكالة الأونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين، وأدانت الجامعة أيضا مواصلة الاحتلال عمليات تغيير المنهاج الفلسطيني بغرض طمس الهوية الفلسطينية. ما تعرضت له وتتعرض له مدينة القدس بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بكونها عاصمة للاحتلال، الموضوع الذي لا يكون أهمية هو موضوع الأونروا من خلال استهدافها وصولا إلى قضية اللاجئين برمتها لتصفية قضية اللاجئين وهي عماد وجوهر القضية الفلسطينية. دول فلسطين ومصر والأردن ولبنان المستضيفة للاجئين تحذر من المساس بدور وكالة الأونروا لأن إنهاء خدماتها سيزيد من الأعباء على كاهل هذه الدول. وجود الأونروا بخفف من الأعباء المالية الملقاة على الدول المضيفة. الأردن بيعاني من وضع اقتصادي صعب والكل بيعرف هذا الشيء، ما بتحمل أي أعباء إضافية نتيجة تخلي الأونروا عن خدماتها بتقدمها في الأردن. يأتي هذا الاجتماع قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنح التفويض السنوي لوكالة الأونروا في شهر نوفمبر المقبل رغم العراقيل الأمريكية والإسرائيلية. من الجامعة العربية أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين، القاهرة. في تركيا جددت شركتا بالسات وغولف سات اتفاقية التعاون لبث الباقة الفضائية للقنوات التلفزيونية الفلسطينية. ووقع على الاتفاقية المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف والرئيس التنفيذي لشركة غولف سات محمد الحاج. التفاصيل في تقرير عاصم جردات. بعد 5 سنوات من التعاون من جديد، بالسات وغولف سات تجددان اتفاقية تعاون لبث الباقة الفضائية للقنوات التلفزيونية الفلسطينية. الاتفاقية وقع عليها المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف والرئيس التنفيذي لشركة غولف سات محمد الحاج في مدينة اسطنبول. يعني بالتأكيد حرصنا على تقديم ما هو الأفضل لمواطننا الفلسطيني اللي بتابع من خلال القنوات الفلسطينية ما يجري حوله وما يجري في العالم. كانت هذه المناسبة لتجديد الاتفاقية مع شركة الغلف سات وهي من أفضل الشركات في المنطقة التي تقدم هذه الخدمة. أيضا ما يميز هذه الاتفاقية وهذه الشركة حقيقة هو تقديم هذه الخدمة، خدمة البث الفضائي الآمن، بمعنى أنه لا يستطيع أحد التشويش على قنواتنا الفلسطينية، وهذا جاء نتيجة للتجربة السابقة مع هذه الشركة طوال 5 سنوات الماضية. توقيع الاتفاقية حضره كل من سفيري دولة فلسطين والكويت في تركيا ووفدي شركة بالسات وغولف سات. يعني أنا سعيد جدا أن أكون جزء من هذا الحدث الذي شهدناه هنا بتوقيع أو تجديد الاتفاقية الموقعة ما بين شركة بالسات وشركة غولف سات الكويتية. بالحقيقة هذا بيعكس قديش أهمية الكويت بالنسبة لفلسطين، قديش عمق العلاقات الفلسطينية الكويتية اللي عمالها أيضا تتطور في كل المجالات وتستند على جذور قديمة ومتأصلة. حقيقة هذا تجديد للعقد وبالتالي يعني تجديد للثقة
وتجديد للإيمان بأداء هذه الشركة على المستوى التجاري. أما فلسطين فهي في قلب ووجدان كل كويتي، وشعور لا شك أنه شعور عارم بالفرحة والسرور والبهجة أن نقدم شيء في هذا المجال. الإضافات الجديدة على الاتفاقية تضمنت تحديثات تقنية متطورة، حيث أصبح بقدرة القنوات التلفزيونية الفلسطينية الانتقال إلى تقنية الـ HD. أولاً أنا سعيد اليوم تواجدنا بتوقيع الاتفاقية، اتفاقية تجديد العقد. هي أمانة المرة الثانية، العقد الأول كان في بداية 2015، وبعد مرور 5 سنوات تم تجديد الثقة وتجديد العقد في اليوم 20 أكتوبر 2019. وكذلك ستمنح الاتفاقية منصة خاصة لبث القنوات التلفزيونية الفلسطينية عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق خاص بشركة بالسات، مع استمرار الحماية الخاصة من التشويش المتعمد وغير المتعمد. وستلعب هذه الاتفاقية دوراً كبيراً في تطوير الصورة الإعلامية الفلسطينية في مسيرتها لتحقيق هدفها في أخذ فلسطين إلى العالم وجلب العالم إلى فلسطين. عاصم جرادات، تلفزيون فلسطين، إسطنبول. نظمت نقابة العاملين والموظفين في شركة كهرباء محافظة القدس اعتصاما أمام مقر الشركة في مناطق امتيازها ضد سياسة العقوبات الجمعية الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي. المزيد مع نادين الشاعر. رفضا لسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل بقطع التيار الكهربائي المتكرر عن الضفة الغربية، اعتصم عمال وموظفو شركة كهرباء القدس اليوم أمام مقراتها في كل من العاصمة المحتلة ورام الله وبيت لحم وأريحة، تنديدا باعتداءات الاحتلال بحق الشركة ومناشدة الرئيس بتطبيق قانون الكهرباء لعام 2012. الضغط المتواصل من الاحتلال طبعا، بتعرف هي أكبر مؤسسة مقدسية بتخدم 4 محافظات في الوطن، يبدو أنه هناك سياسة ممنهجة لطمس هويتها، لحاول طبعا في محاولة يبدو حثيثة سياسية لخلع جذورها من مدينة القدس. بعد تسلم شركة الكهرباء الإنذار الأول من المرحلة الثانية من كهرباء إسرائيل والتي تقضي بقطع التيار لساعتين، حذرت الشركة من تداعيات تقنين وقطع التيار في مناطق الامتياز، وهو ما يهدد المؤسسات والمنظمات والمشافي خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. عندنا 5 نقاط رئيسية ممكن إنها تحل الأزمة. النقاط اللي هي القضاء الفلسطيني، الفاقد، التعرفة، المخيمات، براءة الذمة، وكل هذا مرتبط في مساعدة السلطة في حل هاي ال5 نقاط. في حال تم حلها واعتمادها أكيد رح يكون في وضع أفضل بكثير. يفيد بدخول مرحلة جديدة من قطع التيار الكهربائي. هذا القطع سيمتد من تاريخ أو سيبدأ من تاريخ 17/11 ولغاية 26، وبحيث أنه هذا القطع سيعود على نفسه، يعني هو قطع لمدة 9 أيام على 23 نقطة ربط بمعدل ساعتين على كل نقطة ربط. في بعض الأيام بكفي نقطتين ربط و3 نقاط ربط سيتم قطع التيار أو تزويد التيار الكهربائي عنها. مزاعم إسرائيلية بتراكم الديون على الشركة لصالح شركة كهرباء إسرائيل ليست سوى ذريعة لممارسة مزيد من التضييق على المواطنين والسلطة الفلسطينية. إلى ذلك، قرر المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر تقديم شكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك حول تخاذل السلطات الإسرائيلية في مواجهة العنف والجريمة بالمجتمع العربي. هذا ومن المقرر أن تنظم الثلاثاء المقبل تظاهرة احتجاجية في مدينة الناصرة احتجاجا على تباطؤ الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في الوسط العربي. المزيد في التقرير التالي. ضمن مساع حثيثة لمواجهة العنف والجريمة في الوسط العربي
عقد اجتماع طارئ للمنتدى الحقوقي التابع للجنة المتابعة العليا لبحث موضوع الأبعاد الحقوقية والدولية في موضوع العنف والجريمة، وخرج في توصياته بضرورة تقديم شكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤسسات دولية مؤثرة لفضح سياسات التقاعس الإسرائيلية حول تخاذل السلطات الإسرائيلية في مواجهة ارتفاع وتيرة هذه الآفة الخطيرة. البيان الصادر عن المنتدى الحقوقي بيّن أنه تم الاتفاق على تحضير وتقديم ورقة عمل باللغة الإنجليزية حول العنف والجريمة تشمل المعطيات الدامغة التي تدين الشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى عقد جلسة مهنية خاصة للحقوقيين للبحث بشكل معمق في فرص ومساوئ تقديم التماس ضد الشرطة بسبب تخاذلها بموضوع العنف والجريمة. هذا الاجتماع عقد بحضور رئيس لجنة المتابعة محمد بركة والنائب يوسف جبارين والعديد من الجهات ذات العلاقة، وفيما شدد بركة في خطابه على العمل ضمن رؤية شمولية ومسارات متعددة للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل تلبية نداء الجماهير العربية داخل الخط الأخضر لتطبيق القانون وإعادة الأمن والأمان إلى الشارع العربي. اعتبر جبارين أن المسار الدولي هو مسار مهم ويكمل ويقوي احتجاجات الجماهير، مضيفا أن لا بد للعالم وللرأي الدولي بأن يعرف عن الواقع الأليم وتواطؤ الشرطة وتقاعسها في إطار العنف والجريمة. زاهدة بدر، تلفزيون فلسطين. في شأن آخر، استبعدت مصادر إعلامية إسرائيلية أن يقوم الرئيس الإسرائيلي ريفلين بتمديد التفويض الممنوح لنتنياهو لتشكيل الحكومة، مشيرة أنه سينقل التفويض لمنافسه بيني غانتس الأسبوع المقبل. أيام قليلة تفصل الشارع الإسرائيلي عن انقضاء التفويض الذي منحه الرئيس روبن ريفلين لرئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بهدف تشكيل حكومة جديدة، وما زال نتنياهو غير قادر على تشكيلها أو حتى الوصول إلى اتفاق بخصوص حكومة وحدة تجمعه ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس. نتنياهو عمليا عندما يعيد التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي فأنه يكون قد انتهى على المستوى السياسي، لأن نتنياهو لا يستطيع أن يبقى في المعارضة، ولا يمكن لأي حزب خاصة حزب أزرق أبيض أن يدخل في ائتلاف مع نتنياهو، لكن هناك إمكانية لتشكيل ائتلاف مع حزب الليكود لكن بدون نتنياهو. عمليا بدأ العد التنازلي لحياة نتنياهو سياسيا. عرض قدمه نتنياهو مؤخرا لبيني غانتس بموجبه تمنح الحرية لأعضاء اليمين للتصويت على قانون تجنيد الحارديم، إلا أنه من الجانب الآخر أصر على التفاوض باسم كتلة اليمين مجتمعة بأعضائها 55، الأمر الذي رفضه غانتس الذي يرفض التوجه إلى تشكيل حكومة وحدة، مشيرا إلى أن نتنياهو لا يريدها إنما يسعى لتشكيل حكومة تحصنه من تهم الفساد الموجهة له، داعيا إياه لإعادة التفويض لرئيس إسرائيل ريفلين ومنحه الإمكانية لتشكيل حكومة معتدلة وفق تعبيره. نتنياهو يحاول في اللحظات الأخيرة قبل أن يعيد التكليف للرئيس الإسرائيلي بإقناع أو بترهيب حزب أزرق أبيض ومن سيأتلف معه من إمكانية أن يتم دعم هذا الحزب من قبل القائمة العربية المشتركة. نتنياهو قال أن هذا أمر يشكل خطرا على أمن إسرائيل، وصل به التحريض إلى هذا الحد. مصادر إعلامية إسرائيلية أشارت إلى أن ريفلين لن يمدد التفويض الممنوح لنتنياهو، إنما سينقل التفويض لغانتس خلال الأسبوع المقبل بعد انقضاء الأعياد اليهودية، الأمر الذي يستغله نتنياهو للتحريض على القائمة المشتركة مدعيا بأن غانتس ينوي ضمها للحكومة المقبلة وتهديد أمن إسرائيل وفق ادعائه. من الجليل أمير عباس، تلفزيون فلسطين.
لليوم الرابع على التوالي تتواصل الاحتجاجات في لبنان ضد تردي الأوضاع الاقتصادية في الوقت الذي تقترب فيه نهاية المهلة التي أعطاها رئيس الوزراء سعد الحريري لشركائه في الحكومة للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية. وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن استقالة وزرائه الأربعة في الحكومة، مشيرا أن ذلك لم يكن بتنسيق مع الحريري، مؤكدا في الوقت نفسه حرصه على استقرار لبنان. قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيسعى إلى كسب الوقت بدلا من الإسراع باتخاذ قرار بشأن طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتأجيل خروج بلاده من التكتل. أضاف الدبلوماسيون أنه إذا رجحت التطورات في البرلمان البريطاني إلى احتمال الخروج دون اتفاق، فإنه سيكون من المرجح أن يتدخل الاتحاد لإيجاد حل لتجنب ذلك، حيث أنه قد يتفق الزعماء الاتحاد على موعد جديد لخروج بريطانيا وذلك في قمة طارئة ستعقد الأسبوع المقبل. أعلن الجيش في تشيلي فرض حظر التجول في العاصمة سانتياغو، في حين ألغى الرئيس سيباستيان بانيرا زيادة أسعار المواصلات بعد اضطرابات واسعة النطاق في الشوارع. أعلن الجيش في تشيلي فرض حظر التجول خلال ساعات الليل في العاصمة سانتياغو، فيما قال الرئيس سيباستيان بانيرا إنه سيجمد سياسة النقل التي لا تحظى بشعبية في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة صعوبة لمعالجة اضطرابات واسعة النطاق في الشوارع بسبب زيادة أسعار المواصلات. وقال بنييرا رجل الأعمال الذي يمثل يمين الوسط إنه سيلغي زيادة أسعار المواصلات العامة التي سببت احتجاجات واسعة النطاق بعد إعلانها في 6 أكتوبر تشرين الأول. ومع سريان حظر التجول قام آلاف الأشخاص بمسيرة وتجمعوا في الميادين العامة للمشاركة في احتجاجات تقليدية بقرع الأواني حسب ما قال شهود. واستمر اشتعال الحرائق وشوهد نهابون في بؤر التوتر بالمدينة التي يقطنها 6 ملايين نسمة، حيث اشتبكت في وقت سابق قوات الشرطة والجيش مع محتجين. ووقعت أيضا اضطرابات كبيرة في مدينة فالبارايسو الساحلية حيث مقر الكونغرس بتشيلي، والتي أعلنت الحكومة فيها أيضا الحكم العسكري مع مدينة كونسبسيون بجنوب البلاد. وقوبل قرار نشر القوات المسلحة بصدمة على نطاق واسع في بلد عاش في ظل الدكتاتورية العسكرية لأوغوستو بينوشيه فيما بين عامي 1973 و1990. عودة للشأن المحلي، استضاف ديوان الموظفين العام طلاب مساق الرقابة الإدارية في كلية الإدارة العامة بجامعة بيرزيت، وذلك في مقر المدرسة الوطنية للإدارة والتابعة للديوان برام الله. وافتتح اللقاء رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به الديوان في تعزيز المفاهيم الإدارية والرقابية، مشددا على اهتمامه لتعزيز التعاون المشترك مع الجامعات بهدف التطبيق العملي لتلك المفاهيم. جرى خلال اللقاء تقديم عروض عن إنجازات الديوان ودوره في العملية الرقابية داخل مؤسسات القطاع العام. في نابلس انتهت أعمال الترميم لكنيسة القديس موسى الحبشي في حي رفيديا بتمويل وإشراف من اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين. بكر عبد الحق المزيد. 400 عام من التاريخ تعود من جديد، فكنيسة القديس موسى الحبشي أقدم كنائس مدينة نابلس تدشن عهدا جديدا لها بعد انتهاء أعمال ترميمها بدعم مباشر من اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، لتصدح ترانيم المحبة والسلام مجددا في أرجاء الكنيسة التاريخية في قداس خاص أقيم احتفاء بإعادة ترميم الكنيسة بحضور صاحب الغبطة البطريرك ثيوفلس الثالث بطريرك الديار المقدسة.
ولفيفة من المطاردة ورجال الدين، وبمشاركة الوزير رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، والسفيرة أميرة حنانية مدير عام اللجنة، ونائب محافظ نابلس، وممثلي الفعاليات والمؤسسات المختلفة. أهمية هذا الترميم هو تثبيت الوجود المسيحي في المشرق وفي الأراضي المقدسة بصفة خاصة، ومن هان نطلق صرختنا للعالم أنه يأخذوا هذا النموذج وهذا التجانس المجتمعي وهذه المحبة والحياة اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني، وبنطلق منها باتجاه قيام دولته واستقلاله. نبارك لإخوتنا في الطائفة الأرثوذكس، ونبارك لأهلنا في فلسطين في هذا المكان المعماري الذي يؤكد على حضارة هذا البلد، على هذا العيش المشترك ما بيننا في فلسطين، لأننا جميعا لنا نفس الهدف أن نعيش هنا بكرامة، أن نعيش بحرية. سميت الكنيسة على اسم القديس موسى الحبشي المنحدر من أصول إفريقية تخليدا لذكراه، حيث توجد له أيقونة داخل الكنيسة وهي مبنية على آثار كنيسة بيزنطية قديمة من الحجارة والطين، ليعاد ترميمها من جديد لمسح آثار الزمن وخراب الاحتلال عنها. كنيسة القديس موسى الحبشي كنيسة أثرية تاريخية قديمة يتجاوز عمرها 450 عاما، بنيت بناها أجدادنا عند قدومهم ومجيئهم إلى مدينة نابلس وسكنوا فيها. المدينة الصغيرة تحمل بصفاتها وشكلها الأقواس القديمة والكليل العريض. الاهتمام بكنيسة موسى الحبشي وإعادة ترميمها يعكس صورة أخرى من صور اللحمة الوطنية والدينية القائمة على ثابت الدين لله، يرفع اسمه في بيوته بغض النظر عن هويتها إسلامية كانت أم مسيحية أم سامرية. بكر عبد الحق، تلفزيون فلسطين، نابلس. في بيت لحم أحيت وزارة الثقافة بالتعاون مع جامعة فلسطين الأهلية يوم التراث الفلسطيني بمهرجان مركزي تخلله فقرات فنية تراثية. تقرير حياة حمدان. بالأغاني الشعبية التراثية أحيت وزارة الثقافة في بيت لحم يوم التراث الفلسطيني بإطلاقها المهرجان المركزي في جامعة فلسطين الأهلية تحت عنوان تراثنا يوحدنا. هي رسالة جامعة للشعب الفلسطيني ولأمتنا العربية بأن التراث والهوية الثقافية توحدنا أينما كان الشعب الفلسطيني، سواء في الشتات أو في المهجر أو في القدس أو في غزة أو في الضفة أو في الداخل، توحد هويته الثقافية، يوحد هذا التراث المتجذر الذي يربط الفلسطيني في أرضه عبر آلاف السنين. وشمل الاحتفال فقرات شعرية وموسيقية وزجلية، إضافة إلى عرض لمشغولات يدوية ومنتجات غذائية تراثية وزاوية للوحات فسيفسائية كحرفة يدوية تقليدية. من زمان انه اكثر التراث كان عن فسيفساء تعبر عن الديانات، فانا اخترت التراث الفلسطيني لانه بيعبر عن وجودنا في الارض في فلسطين هنا وعن الارض. محافظتنا على تراثنا من اي محاولة احتلالية لسرقته وطمسه تعني ضمان وجودنا واستمراريتنا على أرضنا الحق. حياة حمدان، تلفزيون فلسطين، بيت لحم. حالة الطقس الآن مع الزميلة ناتالي أرنتيسي. أهلا بك. مساء الخير مالك. مساء الخير نسرين. مساء النور ناتالي، تفضل. أهلا بكم. الأجواء هذه الليلة باردة نسبيا إلى باردة في المناطق الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. وبالنسبة ليوم غد فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. هذا ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء بشكل تدريجي لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار محلية
ومتفرقة. أما الآن فننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في بعض المدن الفلسطينية. ونبدأ من العاصمة القدس المحتلة، فمن المتوقع أن تسجل 25 درجة مئوية، رام الله 24، نابلس 27، طوباس 29، جنين أيضا 29 درجة مئوية، طولكرم 28، قلقلية أيضا 28، أما سلفيت ف 25 درجة مئوية، أريحة 35، بيت لحم 25، الخليل 24. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى المحافظات الجنوبية، نبدأها من غزة 27، دير البلح 28، خان يونس 27، وأخيرا رفح 28. ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العالمية والعربية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية، شكرا على المتابعة. أما الآن عودة إلى نسرين ومالك. شكرا نتالي. شكرا جزيلا. أما نحن مشاهدينا فإلى العناوين. السيد الرئيس يصل اليابان غدا في مستهل زيارة رسمية تستمر 3 أيام. الرئاسة تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية اقتحامات المستوطنين المستمرة للأقصى وتحذر من تحويل الصراع إلى ديني. لجنة المتابعة العربية تقرر تقديم شكوى لمجلس حقوق الإنسان حول تخاذل الشرطة في مواجهة الجريمة في الوسط العربي. كان في النشرة أيضا أقدم كنائس نابلس تدشن وتدشن عهدا جديدا بعد ترميمها. انتهت النشرة مشاهدينا، أشكركم على طيب المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.